Пушная деливайка. اش داك الشيء يا شاكيب؟ مشيت دوزت واحد ستاج قال لك خاصني باش يعطيوني الدبلوم ديال الفلسفه. صيفط لهم السي في وتصاوب نير بحال غادي نخطب شي ساطا فهمتيني. هذاك السيد كيهضر معايا بحال غيعطيني بنتو الوحيد. سبق لك خدم شي؟ خصني تندوز ستاج عاد نخدم. وكدوي اللغات؟ ماني غادي ندوز ديبلوم في السياحه. وعندك البيرمي؟ كنتسناكم حتى تخلصوني عاد ندير. واش كتعرف دير؟ وين ماكو لا بيسي سيبر. وشنو المؤهلات اللي عندك؟ هذيك الهضره سير قولها للسطاطه. قول لي علاش قريتي الفلسفه؟ باش نفرع البنادم راسو وبديبلومي. وباش ممكن تنفع هاد الشركه؟ استثمر فيها صاحبي ننفعك. وشنو هما الكفاءات ديالك؟ بعد النظر وروح النقد وكنعرف نسوق الموتور بالجه. قول لي شنو هي ثلاثه ديال الحوايج اللي ممكن تقول لنا عليك خايبه وثلاثه اللي تكون زوينه؟ عقليه ولكن بوعر، عندي برتوش ولكن باقي ما عنديش الساطه، عندي الكلمه وما عنديش الشرف. اوكي غادي نعطيوك اون ايتود دو كا وغادي دير لنا اون سيمولاسيون ديال داكشي. خدمني كود نديرها لخويا. وعلاش بغيتي دير عندنا حنا بالضبط ستاج؟ كنت شايق في راسك بقاش تقول بحال هاد الاسئله هادي. وباش ممكن تفيدنا؟ كي كنت كيما كنت الخدمه غتبقى غادا نورمال. جي نقول لك شنو هي هاد الخدمه هادي بعد؟ غادي نعطيوك مقدم ديال الحوم. سمعني دابا.